السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دابا راه وسط الشجر ديال الأركان. هذا دابا هو الشجر ديال الأركان. بالنسبة للناس اللي عزيزة عليهم الطبيعة يشوفوا معايا هاد المناظر اللي كاينة هنا. أنا هنا راه كنتواجد حدا الطريق ديال مراكش. ها هو الشجر ديال الأركان مسكين، راه هنا راه واكح واحد شوية. هذا هو الشجر ديال الأركان، راه خاصو السقي، خاص الدولة الله فيه، سينو تجي شي جمعية هنا اللي عزيز عليها هذا النوع من الشجر النادر والمهدد بالانقراض. هذا الشجر هذا راه مهدد بالانقراض الخوت، شجر أركان. وهذا اليوم السبت 11 يونيو 2022، درجة الحرارة أكادير 24 درجة، الجو راه زوين. دائما في إطار تتبع المشاريع الملكية السامية جينا لحدا ديك القنطرة اللي غايديروا دابا وديك لا ديفياسيون. ولكن قبل ما نصور لكم داك الشيء نصور لكم انا على هاد الشجر ديال الأركان، راه واكل هنا الدق واحد شويه. بالنسبه لشجر أركان راه يونسكو يونايتد نيشنز ايديوكيشنال اند ساينتيفيك اورجانيزيشن، اللي هي منظمة الأمم المتحدة ديال العلوم والثقافة، صنفته في 2014 كتراث عالمي. شجرة الأركان اللي داروا مجموعة من التجارب أنهم يتزرعوا في بلدان من غير المغرب، ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. شجرة الأركان كتواجد بزاف ما بين جوج المدن أكادير والصويرة، وفي الصويرة كاين بزاف منطقة حاحة وكاين في الشيضمة. شجرة أركان راه مقاومة للجفاف، وهي أصلا راه كتكون في المناخ الجاف والشبه الجاف، ما كتحتاج بزاف للتساقطات المطرية. ولكن إلا تم الاعتناء بهذا الباتريمون هذا وكيتسقى، راه هاد شجر أركان ما غاديش يكون عنده هذا اللون، غيولي خضر. شجر الأركان هو أغلى منو كيتخرج داك الزيت، زيت أركان اللي معروف على الصعيد العالمي واللي كيتستعمل كحذاء وكعلاج وكتجميل بالنسبة للنساء. دخلت الانترنت قبيلة تلاقيتو داير تقريبا شي 52 أورو. شجر أركان كيساهم في محاربة دائرة التصحر، وفاش كنقولو التصحر كنقولو حتى المحاربة ديال الدائرة ديال الاحتباس الحراري. داكشي علاش خصنا نحافظو عليه. شوفوا معايا هاد المنطقة هادي، راه هنا في هاد المنطقة هادي راه ما كطيحش الشتا بزاف في أكادير، ولكن بلوز أو موار هاد الشجرة هادي راه ثابتة. هاد الشجرة هادي تقدر تعيش من 200 حتى 300 سنة، تبارك الله سبحان الله. إذا شوفوا معايا الأشجار هادو جميلة. شجرة أركان حولت الحياة ديال مجموعة من المواطنين اللي ما كانش عندهم دخل، ولا نشاط لمدير الدخل عن طريق دوك الجمعيات اللي كيجيبوا النساء القرويات وكيديروا الاستخراج ديال زيت أركان، وكيتباع في المغرب وكيتسوق حتى في الخارج. ولكن مؤخرا بسبب الجفاف راه ما بقاش هذا النشاط هذا موديل الدخل بزاف. لذلك كنطالبوا من السلطات المعنيه بهذا البيئه انها دير ان بلون من اجل اعاده الاعتبار لهذه الشجره هذه. اذا كانت لبنان عندهم شجره الارز، فان المغرب عنده شجره أركان في هذه المنطقه هذه، خصنا نحافظوا عليها. وشجره أركان كتعاون حتى ذاك المعز مسكين كيجي كيحاول كياكل حتى هو دوك البقايا ديال دوك التمره ديالو. لاحظوا معايا هو هذا شجر أركان، شجر أركان اللي كيتسمى بحال قلتي اللوز البربري، هو تراث أمازيغي. شجر أركان هو بحال قلتي الذهب ديال المغرب، خصنا نحافظوا عليه
وخصنا نعطيو القيمة ديالو. وشجر أرغان اللي كيقضي عليه هو الجفاف، وكيقضي عليه التلوث، وكيقضي عليه التقطيع. نورمالمون خصو ما يتقطعش نهائيا، خصنا نحاولو نحافظو عليه في هذه المنطقة هذه الجميلة. وكنتمناو شي جمعية اللي كتشوف هذه الفيديوهات هادو يديروا شي مبادرة باش نحاولوا ننقذوا هذا النوع من الشجر. اذا يعني هذا الشيء اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو هذا، نحاولوا نردوا الاعتبار لشجر أرغان. شكرا لكم.